يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران يبكون من ذكر الجمال صبابة وتألما من لوعة الهجران صادفتهم قوما كروث ذلة فجعلتهم كسبيكة العقيان أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان أرسلت من رب كريم محسن في الفتن نت الصماء والطغيان يا للفتى ما حسنه وجماله رياه يصب القلب كالريحان لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان تمت عليه صفات كل مزية ختمت به نعماء كل زمان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان يا رب
بصل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا حب بإنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخلو في لحظ ولا في آني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران